السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وحبايبي الأعزاء، كيف حالكم؟ إن شاء الله رب العالمين نلتقي اليوم في درس جديد من مادة الرياضيات في الكتاب الملون، الملون يا مريم، صفحة 45. طبعا بعد أن أنهينا من أخذ جدول الضرب والقسمة، وطبعا أذكركم دائما بأن نكتب على الأقل لجدول الضرب مرة يوميا بنفس الطريقة كما علمتكم في الفصل، ومرة بالقسمة كما علمتكم وتدربنا كثيرا في الفصل على هذا الايه على هذا الموضوع كثيرا. درسنا اليوم بعنوان الكسور. ما معنى كلمة الكسور؟ معنى الكسر أن شيئا قد كسر، قد قسم، كان شيئا صحيحا ثم بعد ذلك قمنا بتقسيمه. عندما يكون معي فطيرة أو يكون معي تفاحة أو يكون معي أي شيء أريد أن أقسمه بالتساوي فأقوم بكسره، هذا معنى كلمة الكسر. الكسر هو تقسيم الشيء إلى أكثر من إيه؟ من قسم. لو نظرنا معنا في درسنا نجد هذا الولد ماذا معه في يده؟ ماذا معه؟ معه كعكة. وهذا ماذا معه؟ معه قطعة من الكيك. طيب هذه الكعكة هل هي مقسومة أم واحد صحيح أم صحيحة؟ هي صحيحة لأنها لم يقسم منها شيء، وهذا الكيك صحيح لم يؤخذ منه شيء. إذن هذا معناه أن هذه القطعة تسمى واحد صحيح لم نأخذ منه أي شيء، وهذه واحد صحيح لم نأخذ منه أي شيء، مثل هذه الدائرة ومثل هذا المستطيل لم نقوم بتقسيمه. طيب لو معنا فطيرة وأردنا أن نقسمها إلى قسمين متساويين، أردنا أن نعطي ركان جزء ونعطي مصباح جزء، فماذا نفعل؟ نقوم بتقسيمها قسمين متساويين من النصف. تمام؟ ماذا فعلت هذا؟ هذه الفطيرة كانت واحد صحيح قبل أن أقسمها. بعد أن قسمتها انقسمت إلى كم جزء؟ اثنان. واحد اثنان أصبحت جزئان. إذن الواحد الصحيح هنا يساوي اثنان. لماذا؟ لأني قمت بقسمتها إلى قسمين متساويين، أخذ نصفها مصباح والنصف الآخر أخذه ركان. تمام؟ طيب الجزء الذي في الأسفل هنا، إذا كان الجزء هو نصف اللي هو واحد على اثنان، ما في الأسفل؟ هذا هو عدد الأجزاء، نكتب في الأسفل وهذا يسمى المقام، نأخذه عندما نكبر في السنوات القادمة. المقام هذا نكتب فيه عدد ما قمنا بقسمته، يعني معنا فطيرة قمنا بقسمتها اثنين فنكتب هنا اثنين، والواحد هذا البسط يعبر عن ماذا؟ يعبر عن الجزء الذي أخذه أحدهما، أخذ مصباح واحد على اثنين من الفطيرة وأخذ ركان واحد على اثنان من الفطيرة، فلأن الكل يتكون من جزئين متساويين، إذن الكل اللي هو الواحد الصحيح يتكون من اثنان على اثنان، يبقى الفطيرة بالكامل نعبر عنها ونقول اثنان على اثنان. أيضا ننتقل إلى الصفحة التالية لنرى ماذا فيها. معنا قطعة كبيرة من الكيك على شكل مستطيل، أريد أن أقسمها إلى كم جزء؟ إلى خمسة أقسام. في الفطيرة السابقة كنا نقسمها إلى جزئين فقط، أما هنا نريد أن نقسمها إلى خمسة أقسام، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، كل قسم متطابق مع ما بعده مثله تماما. إذن نكتب ماذا؟ لو تتذكروا قلنا ما في الأسفل وهو المقام، نكتب فيه عدد الأقسام الذي قمنا بتقسيمها وهو خمسة. فعندما نريد أن نقسم هذه الكيكة على خمسة ولتكن زاد ومريم وركان وعمر ومصباح، فيأخذ كل واحد منهما واحد على خمسة، واحد هو الشخص الذي أخذ وخمسة هو عدد أجزاء أجزاء الكيك التي قمنا بتقسيمه. إذن تأخذ زاد واحد على خمسة وتأخذ مريم واحد على خمسة ويأخذ عمر واحد على خمسة ويأخذ ركان واحد على خمسة ويأخذ يحيى واحد على خمسة. تمام؟ يبقى إذن قمنا بتقسيم قطعة الكيك هذه إلى خمسة، يبقى إذن ما مجمل الواحد الصحيح للكيك؟ أقول أنه خمسة على خمسة يساوي واحد صحيح، لأني قمت بتقسيمها إلى خمسة أجزاء متساوية. أيضا معنا دائرة، دائرة نريد أن نقسم هذه الدائرة،
هو قام بتقسيمها إلى كم جزء؟ من يقول لي؟ يحيى، 1 2 3 4، ممتاز يا يحيى. طيب مصباح، كم جزءا قام بتظليله؟ جزءا واحدا. طيب ماذا نكتب في المقام؟ نكتب في المقام ماذا؟ نكتب في المقام 4. لماذا؟ لأننا قمنا بتقسيمها إلى 4 أجزاء متساوية. ونكتب في البسط لكل واحد منا نكتب 1. إذا قسمنا هذه القطعة، عندنا من الأجزاء المتساوية عندنا كم قطعة من الأجزاء المتساوية؟ كم قطعة هنا؟ نكتب 4. عدد واحد من الأجزاء المتساوية مظللة، بيقول لنا كم وحدة هنا مظللة؟ عندنا قطعة واحدة، نكتب هنا 1. طيب عدد جميع الأجزاء المتساوية من الدائرة هو كم؟ كما قلنا، أحسنتم، أحسنت يا عمر، 4، ممتاز. طيب كم من الدائرة مظلل؟ أريد أن أكتبه بالبسط والمقام، اللي هو 1 على 4. إذا هنا الواحد الصحيح يساوي 4 على 4. إمتى أقول إن الدائرة دي واحد صحيح؟ عندما أقوم بتقسيمها إلى 4 أجزاء متساوية، تمام؟ طيب لنرى معنا جدول الكسور. جدول الكسور يعبر لنا عن ما نقوم بتقسيمه. عندنا الواحد هنا يسمى واحد صحيح، كيف؟ عندما نقوم بقراءته واحد صحيح. والنصف وهو 1 على 2 يقرأ نصف، 1 على 3 يقرأ ثلث، 1 على 4 يقرأ ربع، 1 على 5 يقرأ خمس، 1 على 6 يقرأ سدس، 1 على 7 يقرأ سبع، 1 على 8 يقرأ ثمن. كل ده 8 و7 و5 و6، كل هذه الأرقام تدل على أني قمت بتقسيم هذه الفطيرة أو الشيء الذي معي إلى 4 أو إلى 5 أو إلى 6 أو إلى 7 أو إلى 8 أو إلى 9، 1 على 10 اللي هو عشر، 1 على 11 اللي هو جزء من 11، 1 على 12 جزء من 12. معناها أنني قمت بتقسيم الفطيرة أو البيتزا أو أي شيء يمكن تقسيمه إلى 12 جزء متساوي، عندما يحصل منه ركان على جزء يسمى 1 على 12، وعندما تحصل مريم على جزء يسمى 1 على 12. هذا هو موضوع درسنا اليوم، هو يتكلم عن الكسور. أريد منكم أن تقوموا بجلب أشياء وتحاولون أو ترسمون مربعا أو مستطيلا أو غير ذلك، وتقوموا بتقسيمه مرة إلى 4 متساوية، مرة إلى 5 متساوية، مرة إلى 6 متساوية، 6 أجزاء، بحيث تقوموا باستيعاب هذا الدرس. إذا نلخص ما أخذناه في درسنا اليوم. أننا نتحدث في درسنا عن الكسور، وقلنا أن الكسر هو أن أقوم بتقسيم الشيء إلى عدة أقسام متساوية، أن أقوم بتقسيم الشيء إلى عدة أجزاء متساوية، ثم بعد ذلك أكتب عدد هذه الأجزاء في المقام، ثم ما يأخذه كل فرد منا أو يكتب في البسط. كما قلنا هذا في هذه الدائرة قمنا بقسمتها إلى قسمين، فهذا بعد 1 على 2، الاثنان هذه هي مجموع ما قمنا بتقسيمه لهذه الدائرة. أيضا هذه قطعة الكيك قمنا بتقسيمها إلى 5 أجزاء متساوية، إذا كل فرد منا يأخذ 5، 1 على 5 من هذه القطعة، إذا الواحد الصحيح هنا يساوي 5 على 5 من هذه الكيك. أيضا هذه الدائرة قمنا بتقسيمها إلى 4 أقسام، وقمنا بتظليل جزء منها. طيب عندما نقوم بتظليل جزئين نقول ماذا؟ نقول كم جزء مظلل؟ 2 على 2، تمام؟ أنا ظللت 2 من 2 على 4، معذرة، 2 على 4، تمام؟ إذن هذه الدائرة 4 على 4 تساوي 1 صحيح. درسنا سهل جدا جدا وبسيط، لا يحتاج أي شيء، ولكن يحتاج مننا أن نعي معنى الكسر. ننتقل إن شاء الله إلى كتاب الرياضيات اللي هي كراسة التدريبات، إلى صفحة 37، ونقوم بحل أول تدريب سويا. أول تدريب يقول لنا ضع علامة صح في المربع، إذا كان الشكل مقسما إلى نصفين متساويين. طيب عندما ننظر إلى الشكل الأول وإلى الشكل الثاني، هل هذا مقسوم بالنصف جزئين متساويين؟ ها إصباح، لا، ليس مقسوما، إذا هذا خطأ. طب هل هذا
مقسوم إلى جزئين متساويين، يعني هذه هذا الجزء متطابق تماما مع هذا الجزء. تمام، أحسنت، فعلا هذا مقسوم إلى جزئين متساويين، إذا نضع علامة صح في هذا الإيه، في هذا الجزء. أيضا لو نظرنا لما للسؤال الذي بعده، نعطينا مربع ومستطيل ويقول لنا انظر إلى أحدهما أيهما قمنا بتقسيمه إلى نصفين متساويين. هذا طبعا لأنه ليس جزئين متساويين، وهذا هو الصحيح، فنضع علامة صح هنا. أيضا مثلث، هل أيهما قام بتقسيمه تقسيما إلى جزئين متساويين، هل هذا أم هذا؟ طبعا هذا خطأ، هذا هو الصحيح لأننا قمنا بتقسيمه إلى قسمين متساويين. هل فهمتم معي درس اليوم؟ درس بسيط ولذيذ جدا. لو قمنا بتقسيم أشياء عملية في المنزل، سواء كانت قمنا بتقسيم فطيرة، بيتزا، أي شيء، وقمنا بتقسيمها أقسام متساوية، سيسهل معنا هذا الدرس كثيرا كثيرا. إن شاء الله يا أحبابي عليكم الواجب بقى، بقي التدريب الأول وهي صفحة 38، هذه الصفحة، وصفحة 39. وإن شاء الله رب العالمين نلتقي في درس لاحق إن شاء الله رب العالمين مع حبايبي الشطار. ولا تنسوا أن تكتبوا جدول الضرب يومياً يومياً لألا ننسى جدول الضرب. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.